عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. فقال أبي ذر: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات. إذن لا إله إلا الله أفضل الحسنات وأفضل الكلام وأحبه إلى الله تعالى، ولا إله إلا الله من كانت آخر كلامه في الدنيا دخل الجنة ووجبت له المغفرة وينجو بها المسلم من النار، ولا إله إلا الله هي أول ما دعا إليه الرسل الكرام عليهم السلام، ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، لذلك فضلها عظيم. أكثروا منها وذكروا بها غيركم لعلها تكون شافعة لنا يوم القيامة.